وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، mes honorables frères et sœurs, très chers amis et camarades, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés une personne qui est brillante dans son domaine, qui va intervenir pour répondre à ces questions que je me pose, que la plupart des personnes se posent, et qui est le docteur Fahd Al-Sanidi, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, qui va nous répondre à ces questions, qui est le directeur de la chaîne Al-Majd. Il est également présentateur au sein de la chaîne Al-Majd TV. Il est également journaliste, et je lui cède la parole sans plus tarder. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن الإعلام وعن دوافع الشباب أمر مهم الحقيقة، لأننا أصبحنا نتحدث عن ضرورة ملحة يعيشها العالم بأسره. كنا في السابق ربما نتردد الحديث عن أهمية الإعلام، لكن إذا قلنا بأن أعظم ثلاثة مؤثرين في العالم حسب الإحصائيات الرسمية التي صدرت من عدد من الهيئات والمنظمات تثبت على أن الذين يتصدرون المراكز العليا في العالم هم ملاك القنوات الفضائية أو ملاك ما يسمى بالإعلام الجديد. هم ثلاثة أشخاص يؤثرون في العالم، يدخلون بيتك وهاتفك الجوال، ويدخلون عليك في غرفة النوم عن طريق اللابتوب. فما عاد الحديث عن الإعلام إلا من باب التأكيد على ضرورة المشاركة، وليس ضرورة أو تأكيد أهميته. انتهينا، هو مهم ولا جدال في ذلك. العالم يملك ما يقرب على 13,000 قناة تؤثر بشكل كبير. اليوتيوب على سبيل المثال نحتاج أو يحتاج سكان الكرة الأرضية إلى أكثر من 1,000 سنة من أجل أن يشاهدوا جميع محتوى اليوتيوب. هناك أكثر من 1,000,000,000 تغريدة تبث في تويتر. الفيسبوك أكثر من 300 مليون من يتعرفون على بعضهم في تويت في الفيسبوك. حركة إعلامية هائلة لا يمكن أن تصدق، ولهذا لابد أن يكون لنا دور. المحتوى المسمى بالإسلامي النقي لا يتجاوز مع كل أسف على وسائل الإعلام الحديثة أو النيو ميديا الإعلام الجديد لا يتجاوز 2%. إذن نحن أمام سيل خطير من الإعلام يقابله ضعف المحتوى وضعف أيضا المشاركة. أتمنى من الشباب الذين لديهم مقدرة أن يسهموا في الإعلام الجديد بكل ما أوتوا، وهذا جزء من الإسهام. انظر إلى هذه الكاميرا الصغيرة التي من خلالها استطعت أن تصور اللقاء، وبإمكانك أن تقوم بمونتاجه الآن عن طريق بعض البرامج الموجودة على اللابتوب، البرامج الحاسوبية تقوم بالمونتاج. اختر لنفسك فكرة يسيرة في موطنك وفي بلدك لتقدم في كل أسبوع مقطع من اليوتيوب فتبثه عبر الشبكة. هناك مجموعة من الشباب الذين أنا أضرب بهم المثل دائما في روعتهم. هناك شاب على سبيل المثال اسمه الشاب عيضة، أتمنى أن يدخل الشباب على موقعه. هذا الشاب نذر نفسه لعمل مقطع أسبوعي في الدعوة إلى الله باللغة الإنجليزية. عدد المشاهدات لقناة هذا الشاب تفوق مشاهدات كبار الدعاة في العالم الإسلامي، 6 ملايين مشاهدة على صفحته في اليوتيوب. هناك شاب اسمه ماجد أيوب يقوم بعمل المونتاج بنفسه بكاميرته الصغيرة، ويختار كل أسبوع مقطع أو فكرة معينة. مرة تكلم عن عظمة الله في الثلوج، وذهب إلى كندا وصور وبث هذا المقطع في اليوتيوب، شاهده أكثر من 300,000 مشاهد في أسبوع واحد. عنده مقطع عن القيم الاجتماعية، عنده مقطع عن المشاكل التي يعيشها العالم. هي فكرة تحتاج منا إلى مبادرة، فيقوم الشاب بهذه المبادرة ويصورها ويقوم بالمونتاج ويبثها في اليوتيوب. أين أدوارنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أضعف الأدوار هي الأدوار التي يقوم بها الشباب المسلمين في الدعوة، وصفحاتهم قليلة مقارنة بالصفحات الأخرى. السبب هناك جزء كبير من الإبداع والإبهار والتجديد. أذكر أنني دخلت في صفحات الفيسبوك وتويتر للمتابعات الغربية على سبيل المثال، وجدت بنت في سن اللي يسمونها سن يعني ليس طفولة وليس الفتيات، اللي الصغيرات لم تتجاوز 13 عاما أو 14 عاما،
وضعوها في التوب بالنسبة لتويتر في المتابعة، يتابعها ما يربع على 12 مليون متابعة. السبب في هذا هي المقدرة على التجديد في العرض. نحن بحاجة إلى أن نبحث عن أطر التجديد سواء كان في الإعلام الجديد أو الإعلام التقليدي. أتوقع أن الشباب المسلم في الغرب لديه من الأفكار والإمكانيات الشيء الكثير التي يستطيع من خلالها أن يدلف إلى سماء الإعلام. جزاك الله خيرا. Je tiens à remercier le docteur Fahd pour cette prestation. Qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste. Et bien là, nous aurons d'autres occasions, nous pourrons le rencontrer, que cela soit à Bruxelles ou dans d'autres villes. Bien là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir. Bonsoir.